جذب السياحه المصريه القطريه الموجوده في الخارج، ودول معاهم فلوس كبير في العالم كله. اه ولم اكتفي بالتعامل مع الخارج، 19 في امريكا جبت هيئه تنشيط السياحه المصريه فرعها في شرق امريكا وقابلتهم بالقيادات الكنسيه، وفي سيدني في استراليا جمعت شركات السياحه العربيه والمصريه، قالوا لنا ايه اللي مضايقكم وايه التسهيلات اللي انتم عايزينها، ايه ملاحظاتكم عشان تساعدونا، ورجعت للملف الكبير. الو في وزير مختص رحب واهتم، وفي وزير مختص لكان لي ساعتين بره على الباب على ما قابلته رغم هو اللي مديني الميعاد. لا في قنوات تانية، في مؤسسة الرئاسة، خدت الورق ده كله وبمبادرة. لازم يقرأ، لازم يبقى ليا دور ولازم يبقى ليك دور. اوعى تقول انا طالب، انا اسقف، انا قسيس، انا امام، انا مصري ابحث عنه ما اراه واحاول. لابد ان يكون لك دور ايجابي، واسمح لي لابد ان يكون لك دور تنويري. لو سالتني